السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدراري ديالنا اللي تيديروا لي زابون تنقول لكم شكرا بزاف وحق الله العلي العظيم، لان شت لي زابوني تزادو. تنقول لكم كاع اللي داروا لي زابوني مؤخرا الجدد، الناس الجدد تنقول لكم شكرا لكم بزاف، وانتم ماشي ناس خوتنا. وهذوك لي كومونتارات تحياتي لكم، ولكن واحد الكومونتار ما عجبنيش. ماشي انسان اللي تيقول كومونتار خايب، ما تقولش كومونتار، قول انت هادشي انت دير ما مزيانش، تقول شي حاجه، ولكن ما تسبش ما تعايرش. حنا زعما تتعلموا منكم، وانتم دابا تلقى راسي انا تلقى بان السجناء افضل من الناس. تلقى السجناء ما يقدروش يقولوا كلام نابي وكلام ويدخل معاك شي هضره الا ما دخلتيش معاه فيها، وانت تقول كومونتار بكامل كلام نابي. قول لي كومونتار سب عاير، ولكن بطريقه دبلوماسيه، طريقة ثقافية، طريقة دينية، تبين بأي طريقة، المهم ما تبينش بطريقة نابية. ومع ذلك تنقول لك شكرا وتحياتي لك، وشكرا على لي كومونتير ديالك. في إطار ستاند أب ديال السجون ديما تنقلبوا على شي حاجة جديدة، وتنقلبوا لكم على قصص واقعية عشناها وتعيشنا معاها باش تعيشوها معنا تنتوما، وما تنعاودوهاش لكم للفرجة للعبرة، لأن للعبرة باش الانسان يعتبر وتشوفوا المآسي وحتى الظروف اللي عشناها داخل السجون. فهاد القصه اليوم القصه نعاود لكم على واحد السيد، وهاد السيد هذا من اصدقاء ديالي ومن اصدقاء الطفوله ومن الاصدقاء اللي كنحبهم بزاف ومن الاصدقاء اللي كنحترمهم بزاف، اللي هو المنصوري جمال. لان مؤخرا شفتو طامبو، والمنصوري جمال بقى في حال اللي ما هضرتش عليه. منصوري عنده تاريخ في البيبيو، تاريخ في مع الناس الكبار، وتاريخ انسان. علاش؟ من الناس الطيبين المجاهدين في الحبس، الناس اللي ما تعزيزش عليهم الحقره. اقسم بالله من جمال المنصوري ما تحقرش قدامه ولا في فعيله الحبس الدرزق عباد الله، لا. المنصوري من الناس اللي تدبروا على راسهم بحالنا، يشقى على راسو، يدخل لك كدا، يدخل لك المخدر، يدخل لك الحشيش، يدبر على راسو شي حاجه عنده النص فيها كدا. هادي وانسان من هذاك الشيء كامل، انسان كلاس باشوش. وتعرف حق العشره ما معنى تدخل عليه بوجادي ولا ندوز مع بحال الجم ولا شي كدا، تلقى كدا المعامله الطيبه، حصل كدا، حصل الخلق. واحد القصه طرات لي بحيبه، كنت مشيت لحيبه، يلا دخلت لحيبه، وكانوا ديك الساعه يلا جابوا البقره ديال كازا، جابوا تحياتي للبقره، انا راهي تنقول غير قصه وصافي. جابوا البقره، جابوا لي الحشيش. بعد داك النهار لغد لي عاود ثاني جا الحشيش عند السلاوي، المهم السلاوي اللي تعامل معاه، ويجي الحشيش. شنو دار؟ قطع الحشيش طق 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 طق. دابا هادو يلا جابوه، باقي بوجادي، باقي ما عارش بقره دار بالحبس. ولكن تدخل شي حبس حتى تعيش في الحبس، تشوف الناس دياولو كيفاش الحبس ولا. وديك الساعة المنصوري ولا الدراري ولا حنا عاد كبرنا، ديك الساعة طلعونا الشريفيان باس للبسالة ديال بصح، تطلب منك بنادم الشرع، ماشي حنايا يا باش تعيش في الحبس. هادشي تنقولو ليكم باش نعيشو في الحبس، خصك تكون لا إله إلا الله، وما نحشم نقول لكم، خصك تكون تدبر على راسك. المهم معليناش، جابو بوجهدي نهار الأول. بعد نهار التاني قبض داكشي التقطيعة، قطع قبض دوك ديال ما ديال الفرماج، دار فيهم طريفات ديال 50 درهم، طريفات ديال 60 درهم، طريفات ديال 100 درهم، ويخرج للكور حد داكشي تيبيع. فقنا من الصباح فاق جمال المنصوري، فاق دبانه الدراري ديالنا، دبانه تحياتي لدبانه من القلب للقلب. اخويا دبانه الله يربي يطلق سراحك، عنده 15 عام ولا ما 10 سنين، الله يطلق سراحك دبانه، تا هو دوز معنا من صغرو الله يعمرها دار، وتحيه للعائله ديالو الكريمه. صافي تخرج، ملي خرجوا الدراري فايقين من الناس، عرفتي هادو منصوري وكدا والدراري عندهم واحد الشومبري جاب له، قلت انت فيقوا من الناس نيشان فايقين باش يدبروا على راسهم. خرج تيلقاو لك السي البقرة قابض داكشي كيبيع كدا، ويجيو لحداه مالك دعوا لي داكشي، شتوا لي داكشي، داو لي داكشي، وخوتي صافي العصا كدا. هادي هو هرب عند مال الوقت، هرب عند مال الوقت، وداير مضى هنايا مال الوقت. ما شافوش المضى، قبطوا مهبطوا عند رئيس المعقل. رئيس المعقل قال لي مالك البقره، وانا داروا لي في هذا الحبس، وانا والله ما متعاتق، وانا والله تنضرب وجهي، والله تنضرب يدي، والله تنضرب قال لهم رئيس المعقل سير جيبوا لي المنصور، جيبوا لي ديك الطبقه. صافو ما يهبطوا، انا وانا نسلت وانا نهبط معاهم. بقره مريح ليها، الدراري اللي قاسوه مريحين ليها، رئيس المعقل
تفاري مشاكله مع الناس اللي خصهم الزياره وكذا. واحد الساعه عيط رئيس المعقل دوك المنصوري، ما كنتو معنا تفعلوا بعدهم السيد وهادي وهادي وهادي، سير رجعوا ليه ويجوا عنده قالوا ليه الدراري راه داك راه تيبيع لنا الحشيش تما هادي هادي، قالوا صافي سيروا ليه البقره مالك صافي سيروا وقف ليه. واحد الساعه البقره بغى ما تيحك ولا ما عرف شنو، ويبان عنده المضاه هنايا المضاه ديال حاده، هما يشوفوه الدراري المنصوري ودب دبانه والدراري، وما يمشيو له بقاو تصرفوا تفرشخوا فيه قدام رئيس المعقل وما يقبطوه. من جا رئيس المعقل قال لهم علاش ضربتوه، هما يجبدوا له النظام تحت منه. من شاف رئيس المعقل لمضى هو يقبطو ويبقى يعطيه دق 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 دق، ويدخلوا للحديقه. دخلوا للحديقه صافي، دخلوا للحديقه الدراري من داروا بحال هكا قالوا طلعوا في حالتكم، ولاو ما مقيوسين، داو ليه داو كلشي، داو ليه الفلوس، داو ليه الحشيش، داو ليه كلشي، طلعوا. تحيه لجمال المنصوري، ماشي تنعاودوا هادو معيشه الحبس صعيب، إلا نقول ماشي باسين في الحبس ولا شي حاجه، إلا بغيتي تعيش في الحبس صعيب. تخيل انت امك تجيب لك بكيه ماركي جبك، واش انت تسنى امك انت؟ ولا تسنيتي امك راه صافي، وليت خصك تعيش وسط الحبس. باش تعيش وسط الحبس يكونوا عندك واحد اللعيبات، ودوك اللعيبات انت ديرهمش مع الناس كاملين، هادو تهدرك على هاد الناس. تحيه لجمال المنصوري الخالق، الانسان الخالق، الانسان الدرويش، الانسان اللي تيسول علينا تيكون على برا يسول علينا ويسقس علينا. فتحياتي المنصوري، وهادي اهداء ليك، اهداء ليك واهداء لدوله الدول الحاجه خاصه، تنهدي لهم هاد القصه هادي. وتتمنى من صحاب محتوى السجون عجبتوني، تبارك الله عليكم بزاف. تحيه لكرعينه، تحيه لبوعميره، تحيه للمشوشر، تحيه لعبد الرحمن، تحيه ل الاخ بوبكر، تحيه للجامبو، تحيه للدريت خميسات، تحيه لاي واحد تيقول محتوى السجون وتيدير قصه للعبره، فهذا تنحيوه، لان بكم نتوما باش حنا للسجناء التائبين، باش تهزوا لنا الدرابو كما تنقولوا بهضره الحبس، وباش تهزونا لقدام وتترقوا بينا للفوق. فتحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تتمنى القصة تنال الإعجاب ديالكم، وتتمنى دير أبوني وتفعل الجرس وتشارك معنا، وحنا ديما معكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.